كبيرة جدا وبقالها فترة معانا، فخلينا نطمن اكتر كده على اوضاع الطرق ونطمن اكتر الشبورة دي ممكن تنتهي امتى، حضراتكم تقدروا تمشوا في الطريق امتى، الناس اللي بتروح شغلها بدري وبتسافر بدري تبدأ تنطلق امتى. خلينا كده نتعرف على الكلام ده من دكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك استاذه داليا، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح الفل يا دكتور، الناس زعلانه من الشبوره قوي يا دكتور، مطوله معانا بقالها مده طويله، وبالعكس انا بحس ان هي بتزيد يوم عن يوم اكتر. ده فعلا حقيقي، احنا بقالنا حوالي اسبوع او 10 ايام مستمرين في الشبوره المائيه. طبعا احنا بقالنا حوالي 3 اسابيع في حاله استقرار في الاحوال الجويه، لكن الشبوره الكثيفه بقالها حوالي 10 ايام مستمره، شبوره كثيفه بتوصل لحد الضباب. يمكن النهارده كان في يعني حوالي 14 طريق تم اغلاقهم بسبب الشبوره الكثيفه والضباب، منهم طريق السويس، طريق الاسماعيليه، طريق بورسعيد، طريق الفرينات، طريق الفيوم، اسيوط، المنيا، طريق اسكندريه الصحراوي. طبعا طرق كتير جدا تم اغلاقها بسبب الشبوره الكثيفه. طرق التحرك كلها يا فندم نقدر نقول انها مغلقه طبعا بسبب الشبوره. ده فعلا حقيقي. فطبعا احنا بناكد على كل الساده المشاهدين، لو ما عندناش حاجه ضروريه الصبح، لو ما عندناش اشغال ضروريه او حاجه ضروريه، يفضل ان احنا نتجنب السفر على الطرق الزراعيه والسريعه والصحراويه لفتره من بدايه الفجر وحتى الساعه 9 او 10 صباحا. يعني الشبوره بتبدا تتحسن تدريجيا من 9 صباحا، وبتبدا تنقشع الشبوره تدريجيا وتتحسن الرؤيه الافقيه على الطرق، وبيتم فتح العديد من الطرق، فممكن نبدا نتحرك بامان، يعني تجنبا لاي حوادث لا قدر الله. من بعد 9 او 10 صباحا نبدا نتحرك ونسافر على الطرق، ده طبعا لو ما عندناش حاجه ضروريه. لو عندنا حاجه ضروريه مضطرين للسفر، تبقى القياده بهدوء تماما اثناء طبعا القياده في الشبوره المائيه. طبعا مساحات الشبوره نتاكد ان هي شغاله، كشافات الاماميه خاصه بالشبوره، لازم نسيب مسافات امان ما بين السيارات، يعني ممكن نضاعف المسافه كمان عشان احنا مش بنبقى شايفين كويس. فعشان نتجنب اي مشاكل او اي حوادث لا قدر الله، لان احنا طبعا شاهدنا حوادث كتير للاسف في الايام الماضيه. فلازم ناخد بالنا كويس جدا في الشبوره الكثيفه. طيب دكتور طبعا انا طبعا بعتذر لحضرتك، بس خليني اطمن من حضرتك برضه، هو ده طبيعي وضع الشبوره الضبابيه اللي ظاهره بالصوره دي بقالنا اكتر من 10 ايام، هل ده طبيعي علينا في مصر؟ هو طبعا هي بتحصل، طبعا هو طبيعي جدا، بس هي في مصر علشان احنا مش معتادين ان احنا نستمر فيها فترات طويله، فاحنا حاسين ان في حاجه غريبه. أيوة. لكن هو احنا برغم الحمد لله ان احنا بدانا الشتاء بقالنا حوالي اسبوعين، الا اننا بقالنا 3 اسابيع في حاله استقرار. فاستقرار يعني مرتفع جوي مؤثر علينا، رياح شماليه شرقيه جايه من البحر المتوسط محمله بكميات كبيره جدا من بخار الميه، في انخفاض في درجات الحراره الصغرى اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، ومع هدوء سرعات الرياح، دي كلها عوامل بتأدي لتكون الشبوره. العوامل دي كلها مستمره معانا فتره طويله شويه، يعني هي مستمره معانا ان شاء الله حتى نهايه الاسبوع. فده معناه ان الشبوره الكثيفه والضباب مستمرين معانا حتى نهايه الاسبوع. يمكن هي طولت معانا شويه يعني الفتره دي، فعشان كده احنا فعلا بدأنا نتضايق منها والطرق وكده، ففعلا احنا بدأنا نزهق من الشبوره. لكن هو الحمد لله ده نتيجه الاستقرار في الاحوال الجويه، الطقس ما زال دافئ تماما اثناء ساعات النهار، يعني بمجرد ما بتنقشع الشبوره. مع ان احنا في شهر واحد يا دكتور ايمان، والطبيعي ان شهر واحد بيبقى برد جدا عن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ده حقيقي فعلا، المفروض ان شهر واحد بيكون ده بدايه فصل الشتاء، اول شهر في فصل الشتاء، فبيكون في انخفاض في الحراره، فرص امطار، لكن احنا حتى الان مستقرين تماما في الاحوال الجويه، يعني في فرص امطار على السواحل الشماليه، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره، ده هتستمر معانا الامطار الخفيفه النهارده وبكره ان شاء الله، لكن ما فيش منها اي خوف او قلق. لسه حتى الان لم نشهد حالات عدم استقرار قويه في هذا الشتاء منذ بدايته، لكن طبعا متوقع ان احنا في اي وقت ان احنا نشهد منخفضات جويه وحالات عدم استقرار، وطبعا اول ما هتبدا تظهر منخفضات جويه احنا هنعلن عنها طبعا مع حضراتكم ان شاء الله. طب دكتور ايمان، حضرتك متوقعه الشبوره دي تستمر معانا لنهايه الاسبوع، ولا مش باين هي ممكن تكمل اكتر من كده ولا لا؟ إيه لا، هو حتى الان حتى نهايه الاسبوع مستمره معانا، ممكن تمتد لبدايه الاسبوع القادم ان شاء الله. لكن طبعا احنا اول باول بنعمل التحذيرات الجويه وبنحدثها، علشان طبعا الخرائط الجويه بتتغير، فوارد ان يحصل اي تغير. فاحنا بنحدث كل يوم الخرائط التحذيرات الجويه والخرائط بتاعتنا، فهي حتى الان مستمره معانا ان شاء الله حتى نهايه الاسبوع. وطبعا احنا مع حضراتكم اول باول نعلن لو في اي حاجه جديده. طبعا مجهود كبير والله يا دكتور ايمان. طب خلينا كمان نطمن كده على درجات الحراره ونطمن المشاهدين معانا عليها كده في المناطق المختلفه.
هو بالنسبة لدرجات الحرارة احنا يمكن اعلى من المعدلات بحوالي درجتين لثلاث درجات تقريبا، يعني القاهرة درجة الحرارة العظمى بتتراوح من 22-23 درجة، الصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية من 19 ل 20 درجة العظمى والصغرى 12 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى بتتراوح من 23 ل 24، الصغرى بتتراوح من 7 الى 8 درجات مئوية، بيكون في طبعا انخفاض كبير في درجات الحرارة الصغرى على شمال الصعيد، جنوب الصعيد العظمى بتتراوح من 26 ل 27 والصغرى من 10 الى 11 درجة مئوية. طبعا منطقة وسط سيناء وتحديدا كاترين درجة الحرارة الصغرى بتوصل لثلاث درجات مئوية، ده طبعا نتيجة الارتفاعات طبعا الجبال الموجودة، فطبعا بتكون درجة الحرارة منخفضة جدا. بشكر حضرتك جدا دكتور إيمان شاكل وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك يا فندم.